أهلا بكم في لقاء جديد من يوميات قصة تاريخ وعمره ما هيبان في الصورة. النهاردة طاقت في دماغي نتكلم عن نظم البريد زمان وأسلوب تربية الحمام الزاجل. معظمنا بنسمع عن بين استعمال الحمام أو طيور الحمام في البريد ونقل الرسائل، بس أغلبنا ما عندناش رؤية إزاي كانوا بيعملوا كده. إن أنا مجرد ما أجيب حمامة وأربيها عندي وبعدين أوديها مكان تاني هترجع لي، هل ده صح ولا لأ؟ فالحكاية أو الحدوتة هنعرفها مع بعض النهاردة إن شاء الله عز وجل. أولا، طيور الحمام الحمد لله، يعني من حسن حظي إن أنا من منطقة شعبية، السير زينب، حي السير زينب طولون، شارع طولون. ففكرة تربية الحمام عندنا في السير زينب أو السير عيشة والسير نفيسة كمنطقة أحياء الشعبية اللي تناولت الحمام أو هواية تربية الحمام في، مش هقول في مصر بلا مبالغة يعني، لا احنا في كحي عالمي ما شاء الله، يعني خاصة من نطاق السير الزينب فيها 3 أسواق. في المقر الأكبر والأقدم اللي هو بتاع السير عيشة، ده أقدم سوق في التاريخ متخصص في تجارة الطيور. أي نعم انحرف شوية ودخلت عليه طيور دخيلة زي البغبغانات والعصافير والقرود والفهود والأسود. شفت فيه حاجات غريبة، يعني حيوانات كتير جدا بأشكال وألوان. المهم، فكان من نصيبي إن أنا أهتم بتربية الحمام سنين طويلة من حياتي. يعني الحمام كان سبحان الله فريد من نوعه، سواء شكله أو هواية تربيته نفسها، بتعلم أخلاق معينة للناس وبتضيف لصاحب الهواية وبتخليه عنده وعي غير طبيعي بالرحمة، النظافة، الإحساس. لأن اللي بيربي حمام لازم يبقى قاعد عنده يعني مثلا 3 4 ساعات في اليوم على الأقل. اللي بيربي حمام لازم يطلع يقعد مع الحمام 3 4 ساعات على الأقل، فبتبقى زي الأفيونة. أي هواية طبعا بتبقى كده، بس الحمام بالذات بيبقى عامل زي الأفيونة. لو ما صحيتش الصبح وطلعت صبحت عليه بتبقى في حاجة مش مظبوطة. المهم، إن أنت تربي طير حمام بيبقى ليك أخلاق، بيبقى ليك طباع، حاجة أشبه بالفروسية. بتتعلم إزاي تبقى عندك صبر، بتتعلم الرحمة من الحمام. فهنا بجد هواية جميلة جدا جدا جدا، بغض النظر عن المناظر اللي بشوفها من الناس الدخيلة على الهواية، لأن للأسف دلوقتي في شباب هتلاقيهم في كل مجال بتربية، حتى الكلاب تلاقي جايب كلب مش عارف بوليسي يحطه مع نوع كذا، يدخلهم مع بعض يطلع نوع هجين، لا هو بلدي ولا هو كذا. فظلم الولد اللي طالع. على فكرة نفس الشيء بيعمله في الحمام، بيجيب مثلا استرالي يجوزه مع كشكوة اللي هو الكشكيات يعني، او وزار، ويطلع فرد حمام ملوش ملامح، يعني حاجة غريبة، ويقول لك ابيعه على انه بلدي. تمام. فالحاجات دي للأسف الشباب اللي هم جايين من مناطق بعيدة، ومش هقول دخلاء على الهواية، لا هقول ان هم بيفسدوا طعم الهواية نفسها، ان انت ما طلعت سلالة مش أصيلة. فالحمام مشكلته
من واقع خبرتي اللي بشوفها او اللي شفتها ومارستها بنفسي، فردة الحمام بتفرق بالريشة، يعني لازم تبقى السلالة نقية جدا لأبعد حد ممكن تتخيله حضرتك. فلو ريشة لونها مختلف طالعة، لا مش هنقول سبحان الله، لا هنقول ان في غلطة في عملية التزاوج، ان انت دخلت عليها سلالة من بره فأصبحت فردة الحمام مش نقية. فدي معيار زي معيار الذهب، هتلاقيها في الحمام، هتلاقيها في الخيول، هتلاقيها في أي كائن حي. فللأسف هواية الحمام من نفس الهوايات اللي دخل عليها دخلاء كتير قوي، شباب عايزة فلوس وخلاص، فبيجوزوا أي حاجة لأي حاجة ويطلعوا أي حاجة خرمنط في أي حاجة، وتلاقيه نظام الاسترزاق. وده طبعا من مساوئ ان هو بيظلم الطير او بيظلم المخلوق اللي طلعه مشوه، يعني بيبقى عنده امراض تنفسيه، بيبقى عنده امراض ما سمعناش عنها قبل كده. يعني زمان كان كبيرك قوي ان الحمامه تبقى عندها برد، لا هو مش عشق على فكره. هو في اكتر من ولد من السلطان محمد بن قرهون كانوا بيحبوا الحمامه على فكره، المظفر حجي اكثرهم تطرفا. فأنا ما كنتش مستغرب، بس أنا بوضح ليه المماليك شايفين إن اللعب بالحمام غلط. شرعا الشاب اللي بيعمل غية حمام ويطلع فوق البيت الغية دي فبيبقى كاشف البيوت، فشرعا حرام. شرعا اللاعب بالحمام يعني اللي عامل غية حمام عشان بيشوف بيوت الناس ويطلع على عوراتهم، الغية دي حرام شرعا. وشرعا لا يقبل لصاحب الغية ده ان هو يشهد في المحكمة، لا يعتد بيه كشاهد، ده الشرع اللي بيقول كده. ليه؟ لانه متلصص على عورات الناس، ده الشرع. تمام؟ فالمماليك استنكروا ده على السلطان المظفر حجي علشان ما ينفعش السلطان يبقى عمل تصرف يخرجه عن الشرع. ازاي يبقى السلطان ما يقبلش ليه شهادة امام القاضي؟ منطقيا ما ينفعش. المهم، فاللعب بالحمام بقى ده موضوع تاني. يعني الحمام نوعين، في نوع بيجري بيسافر ما بين البلاد، وفي نوع اللي هو بيسموه الشوامة اللي هو بيحوم حوالين البيت بس. تمام؟ الأنواع اللي بتجري كتير هنلاقي بيسموها هواة الحمام بيسموها الرمايات. الرمايات دي هتلاقي منها المراسلة، هتلاقي منها الزاجل، هتلاقي الكريزل، هتلاقي منها الجمعيات. الأربع أنواع دول أهم أنواع بتجري، يعني عشان يطلع بس كده يفرد جناحاته ويصبح يقول صباح الفل، يلف لفتين ويخطف له 20 30 كيلو ويرجع. ده أقل واجب مع الرماية. الشوام أو الشوامة جاية من لفظ الشام، أهالي الشام بيحبوا الحمام الزينة اللي شكله حلو. وفي نفس الوقت إيه هي لعب الحمام؟ الحمام اللي بيلعب اللي هو بيطلع يطير ويعمل حركات شقلبازات، والله ما بس في الهواء، ده بيسموه فرد لعيب. هتلاقي منها أنواع زي العبايسة، الكركندي، الشقلباز بأنواعه، إن كان بلدي إن كان شمعدان إن كان أكول إن كان إنجليزي. دول أهم. العنابرة أحيانا بتلعب. تمام؟ دول الأنواع اللي بتلعب في الهواء اللي هي بتتشقلب وهي عبسي. العبس المصري ما شاء الله ده بيبقى طول دراعك كده، لو الأسمر وديله أبيض. الأنواع التانية اللي بتبقى تنفع تسافر هنلاقي الزاجل. الأربع أنواع دول هما اللي ينفع يسافروا، لكن
الزاجل تفوق عليهم لسبب ان هو ممكن يطير مسافات اطول، الى جانب ان هو عنده المقدرة على تسجيل موقع جغرافي، على يعني عنده سبحان الله العظيم خريطة GPS جوه دماغه. الحمامة اللي دماغها قد كده دي عندها خريطة GPS بتحدد المكان والموقع بالظبط عن طريق المجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا في الناس اللي بتسافر وفاهمة يعني ايه بوصلة. البوصلة اللي بتشير للشمال، احنا عندنا شمالين، في شمال جغرافي في شمال مغناطيسي. الحمام بيلعب على الشمال والجنوب، او القطب الشمالي والقطب الجنوبي، المغناطيسي مش الجغرافي، تمام؟ فالطير ده معجزة في حد ذاته، ان دماغه اللي قد كده على استطاعة ان هو يحدد النقطة اللي انطلق منها والنقطة اللي راح لها. حضراتكم ربنا كرمكم وشفت حمام بيطير من غية او من برج او من مكان عالي، اتفرج عليه هتلاقيه بيبتدي يطير بشكل دائري، نقطة صغيرة تبتدي زي الدوامة توسع 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 توسع، تكبر 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 لغاية ما تبقى حلقة كبيرة. طب هو بيعمل كده ليه؟ علشان بيحدد النقطة اللي هو طلع منها فين، وبيخلق خط وهمي للمكان اللي هو عاوز يروح. طيب أنا دلوقتي راجل عندي حمام زاجل، بنسمع دلوقتي عن مسابقات، بنشوف شباب بيطلع مثلا يروح أسوان يرمي حمام ويوصل القاهرة. اللعبة دي بتحصل ازاي؟ أولا الحمام الزاجل علشان حضرتك تربيه ويطلع يسافر بيبقى متربي على نمط عسكري بحت. ازاي؟ عندنا الساعة 7 الصبح مثلا الحمام بيفطر الوجبة بتاعته. الوجبة بتبقى محددة بكمية معينة ووقت محدد، لا بتزيد ولا بتقل، دي الكمية. يعني ما ينفعش احط بالكبشة، لا ده هي كمية بالمعيار بالظبط وفي ساعة محددة بالظبط. فأصبح إن الحمام ده أو فردة الحمامة دي اتعودت إن بتيجي الساعة الفلانية ميعاد الأكل بتاعي. خلاص. اتعود على كده. الشهر التاني بيبتدي إن هو بيرميه من مكان يرجع لبيته اللي هو مربيه فيه. ليه؟ علشان الوجبة. المام. فالسبب الرئيسي اللي بيخلي مربي الحمام مسيطر على فردة الحمامة الأكل. أنا بطيرها مثلا من على مسافة 50 كيلو مثلا. لما بيجي يطيرها بيطيرها قبل ميعاد الأكل بفترة محددة علشان فردة الحمامة ترجع في أسرع وقت ممكن. ليه؟ عشان ميعاد الأكل. وعلشان أول ما يرجع يخش على مكان الأكل. أدي كده إيه؟ حاجة. لو طير الحمامة ووقفت على سطح بيت كده الحمامة باظت. قدامه حل من اتنين، يا إما يعاقبها بالحرمان من الوجبة أو بتقليل كمية الوجبة، يا إما بيقص ريشها وبتبقى للتفريخ فقط. لو اتكررت الحادثة ان فردة الحمامة تيجي تروح واقفة على بيت قريب منه، دي كده باظت باظت ماشي. فدلوقتي بيبتدي بقى ايه العملية، ان انا عودت الاكل ليه مواعيد، مواعيد محددة وصارمة بكميات محددة. خلاص ابتدي بعد كده اصفره من مكان يرجع لي تاني،
من مكان مسافات معينة بالترتيب 10 كيلو 15 وبعدين 20 بعدين 30 هكذا، وكل ما بيجي أسرع كل ما اديله مكافأة دي بالأكل. فأصبح إن الأكل هنا هو إيه؟ فرصة السيطرة على تدريب فردة الحمام. طيب الناس زمان كانوا بيعملوا إيه؟ نفس الموضوع ده، بيدرب فردة الحمام على مواعيد للأكل، وبيدربها على إنها ترجع تخش على مكانها على طول، العش المكان اللي بتاكل فيه. فده سبب السيطرة على فردة الحمام. طيب أنا دلوقتي عايش في القاهرة، تمام؟ ليا ابن عمي ساكن هنقول في الفيوم مثلا، المسافة بيني وبينه تقارب مثلا 120 130 كيلو متر. أنا باخد حمام من عنده بتاعه وطيره له، بيوصل عنده فعلا كده، إيه اطمننا إن الحمامة دي ابتدت توصل من عندي لفين؟ لبيت ابن عمي مثلا، او المكان اللي انا عايز ابعت له رساله. حلو؟ هاخد الحمام ده تاني وارجعه عندي، اكرر العمليه دي حوالي 3 4 مرات عشان تتاكد ان الحمامه دي هتوصل للمكان ده في التوقيت ده. وعن شرط بيبقى مكتوب معاه رساله ان انا اطلقتها في اليوم الفلاني الساعه الفلانيه. لما توصل له هناك بيبقى معروف خلاص انها طلعت في الوقت الفلاني، يبقى خدت كذا في الوقت، تمام؟ خلاص اطمن ان الحمام بتاعي بتاع قريبي ده او المكان اللي انا عايز ابعت له بيوصل له في الوقت معين، خلاص بروح واخده اخر مره واخليه عندي. وهو موجود عندك بيبيض او بيتزاوج من غيره، البيض بيفقس بيخرج فراخ صغيرة بربيها عندي أنا بقت الحمام بتاعي، لما يكبر أبتدي أربيه بالنظام اللي شرحته في الأول. بعد كده بيحصل إيه؟ الحمام ده بوديه للراجل اللي أنا هستقبل منه الرسالة، وبكرر برضو العملية تاني، إن أنا بيبعت لي الحمام وأرجعه له تاني لحد ما نتأكد ونطمن إن هو التوقيت المحدد الحمام بينطلق من عنده، والتوقيت اللي انا عاوزه عرفت ان هو الحمامة لما بتطلع هتوصل في خلال قد ايه، ايه اللي بيحصل لها، يعني موضوع مش سهل يعني ان انا بسيب الحمامة وخلاص، لا. فهنا اول حاجة تدريب الحمام على مواعيد الاكل، تدريب الحمام على الطيران لمسافات محددة، تدريب الحمام على الطيران في خط سير محدد، بمعنى ان بيطلع من هنا يروح هنا بس وما ينزلش على بيت تاني. ليه؟ زمان هنفترض سوء النية في الجيران، افرض ان جارك جاسوس، والرسالة دي مهمة جدا، ورسالة للخليفة او رسالة من قائد جيش، كان ممكن تحصل كارثة ان هي لو وقعت في ايد العدو. وبالطبع الرسائل كانت بتحمل شفرات معينة، ألفاظ، هنقول كود معين الراسل والمرسل إليه هم بس اللي بيبقوا عارفينه. طبعا خلاص أنا عندي الحمام بتاع اللي أنا هبعت له، والراجل اللي هبعت له عنده الحمام بتاعي، الراجل ده عنده محطة بعد كده، يعني مثلا من القاهرة لدمشق مثلا هنلاقي إن في مطار عند قلعة الجبل، المطار اللي بعده بيبقى مثلا في الزقازيق، المطار اللي بعده هيبقى مثلا في بورسعيد، المطار اللي بعده هيبقى في العريش، المطار اللي بعده هيبقى في غزة فك الله كربها يا رب، المطار اللي بعده هيبقى مثلا في الكرك مثلا، القدس، ها لغاية ما توصل قلعة دمشق. فالمحطات دي بتستفيد حاجتين، اولا بيضمن ان فردة الحمام ما يحصل لهاش حاجة، توصل بسلام. تاني حاجة توصل في اسرع وقت،
ان انت يبقى عندك اعتقاد ان الحمامة بتطلع من القاهرة توصل لدمشق مرة واحدة، ده كلام فارغ وغير منطقي. بالعكس، يبقى في نسبة خطورة عالية جدا على الحمام. ليه؟ لأن الحمامة معرضة في الطريق لعوامل جوية، معرضة لعوامل طبيعية، صقر، حداية بتهاجم الحمام وهو طاير. أسوأ الاحتمالات يطلع عين مؤذي بنبلة ينشان، وده حصل كتير، زي فيلم بتاع رصيف نملة خمسة لما المعلم ابن حسن بندقية اصطاد له الحمامة اللي شايلة المخدرات. نفس الموضوع بيحصل في الطبيعة في العادي يعني. فالحمامة اللي هي تطلع من القاهرة تروح دمشق، ده كلام في الهواء يعني، ما غير حقيقي وغير صحيح. لا، هو الحمام بيبقى ليه محطات، المحطة بتسمى مطار. لفظ مطار اتسمى للحمام مش للطيارات. بعد كده بقى الحمامة نفسها لما بتيجي تعتني بيها بيبقى ليها بيطار، دكتور بيطري يعني متخصص في الحمام، وبيبقى ليها عامل راعي متخصص في رعاية الحمام نفسه. يعني الراجل ده شغلته تربية الحمام بس في القلع، أنا بتكلم على القلع يعني. المطار بتاع القلع ده اللي فيه الحمام أو برج الحمام بيبقى ليه عامل مخصص إن هو يأكل الحمام ويراعيه ويراقبه، بيبقى ليه بيطار دكتور يعني بيطلع يكشف على الحمام ويشوف إن كان في حاجة مصابة، إن كان في فردة حمام حصل لها حاجة، إن كان في كذا، لأن السلالات بتبقى هامة جدا على فكرة. أرجع وأعيد الكلام اللي قلته من الأول، الحمامة بتبقى لازم سلالة نقية جدا. الريشة بتفرق في الحمام، الريشة. يا ريت تبقوا تعملوا بحث على جوجل أو على الفيسبوك، اتفرجوا على مزادات الحمام. يعني لسه شايف من يومين مزاد عن فرد زاجل، بداية المزاد بسم الله الرحمن الرحيم 120,000 جنيه. آخر مزايدة عن الحاج عبده الأرضي 120,000. بسم الله الرحمن الرحيم، فردة حمام عشان فاز بسبق، عملوا عليه مزاد، بداية المزاد بسم الله الرحمن الرحيم 120,000 جنيه فردة حمام. تابع كده على مواقع الهند والأصيع منهم بتوع باكستان، أصيع مربي طيور وحيوانات في العالم باكستان، أصيع مربي، تاخد منه أحلى سلالة، تاخد منهم فرد حمام صحته حلوة، عنده مقاومة ومناعة عالية أوي 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 أوي، بتوع باكستان بالذات، والسلالة تكون بيور نقية. هم شاطرين جدا ما شاء الله ما شاء الله في العناية في الطيور، سواء بغبغان عصفور، يعني العصفور الطبيعي مثلا البادجي أو الاسترالي زي ما احنا بنسميه هنا في مصر، اللي هو عصفور الحب الصغنن ده، في قد كده في باكستان ما شاء الله هتلاقي السلالة كده كده. ليه؟ بيتعاملوا مع الفرد العصفورة أو الحمامة أو المعيز. المعيز عندهم ما شاء الله يعني عجل، مش معزة، عندهم فعلا احتراف عالي قوي في العناية بالطيور والعناية بالحيوانات، الاهتمام بالسلالات إلخ إلخ إلخ. فبرج الحمام بيبقى فيه العامل ده وفيه الدكتور اللي بيطلع يراقب. بعد كده بيبقى فيه حاجة اسمها أغا بريد، الراجل ده عبارة عن عسكري، شغل الإداري بقى، بيراقب الرسائل اللي جت، في رسالة جت امتى، والرسالة بعد كده بيرفعها لمقدم البريد. مقدم البريد، مقدم البريد ده بيروح يرفع الرسالة بعد كده لمين؟ لكاتب الديوان.
كاتب الديوان بيبعتها لمين؟ ل الدوادار. لو رسالة خاصة بتطلع من مقدم البريد لكاتب السر للسلطان شخصيا. فالتدريج ده او النمط الاداري ده بيبقى هو اللي معمول به جوه القلعة. من ده يرجع لأهمية الرسالة وأهمية دور الحمام الفاعل في القلعة او في حتة البريد نفسه. العزيز بالله في يوم كان كلم الوزير يعقوب بن كلس على اساس ان هيجهز له القافله تسافر للشام. فيعقوب استغرب، ليه يا مولانا عايز تروح الشام ليه؟ قال والله اني اشتهي القراصيه. يعني عايز تسافر للشام عشان تاكل القراصيه؟ قال له ماشي يا مولانا حاضر. ثلاث ايام ودخل عليه يعقوب بن كلس ومعاه طبق مليان قراصية ومتغطي ب شال مطرز بالذهب وشكله حلو قوي. يعني اتفضل يا امرنا امير المؤمنين طبق القراصية اللي انت عايزه. فالخليفة انبهر، يعني انت عملت كده ازاي؟ المسيرة شهر، لو هيبعت ان هو يسافر يعني ويرجع شهر. قال والله يا مولانا احنا استجدينا موضوع اني بعت لكل عمال الشام رسالة ان كل واحد توصله الرسالة يبعت كل الحمام اللي عنده، وفي كل حمامة يربطه في تحت جناحيها قراصيتين، حتتين قراصية. فجمع له مجموعة حلوة يعني. فده إشارة حلوة من دكتور سامح، أضف إليها إن هنا إن كمية الحمام الموجودة في كل مكان بتبقى عدد كبير، مش مجرد حمامتين ثلاثة لكل بلد، لا بيبقى عدد حمام كبير. أضف إلى ذلك بقى، لو جينا نظرنا الأستاذة حبيبة كانت سألت سؤال حلو قوي، أنت ليه مش متفاجئ بتصرف السلطان حجي او المظفر حجي او امير حج لحبه للحمام؟ لان في ناس قبله كانوا اكثر تطرفا بحبهم للحمام. يعني مثلا يحكى ان الخليفة المستعصم الخليفة العباسي لما كان هلاكوا على مشارف بغداد وخلاص هيخش بغداد، من ضمن الحكايات اللي اتحكت عنه دخل عليه الحاجب، يا مولاي الحق ده المغول على مشارف بغداد. قال له سيبني دلوقتي، في حمامة بلقاء تايهة مني. حمامة بلق، على رأي المصريين بيسموها البلق، بلقاء به لام قاف ألف همزة على السطر، الحمام الأبلق. قال له في حمامة ضايعة مني، سيبني دلوقتي تاهية مني حمامة ومش عارف ايه فين. فأعتقد ان الحجي كان ارحم من ده كتير يعني. وفي ناس كتير كانت تاهوا الحمام على فكرة يعني. كان خمروي ابن احمد بن طولون، الخديوي عباس، لا مش الخديوي، الوالي عباس حلمي الاول، كان عامل في القصر بتاع الحلمية والقصر بتاع الزعفران اللي في العباسية، كان عامل لبراج حمام فيها نوعيات معينة من الحمام، السلالات يعني نقية، وكانت جاية له هدايا من بلاد من بلاد برة يعني. فهواة الحمام على مر التاريخ كبير جدا جدا، شكرا لكم جدا جدا جدا.
بإذن الله المرة الجاية هنتكلم عن عباس حلمي الأول وأسلوب تعامله مع محمد سعيد، ومحمد سعيد بتاع المكرونة لما تولى عمل إيه، وهل حكاية المكرونة دي حقيقية ولا لا. انتظرونا بإذن الله اللقاء الجاي بإذن الله عز وجل. أراكم على خير. آخر كلامنا كالعادة، نسأل الله العزيز الرحيم الرؤوف الكريم أن ينصر أهل غزة ويرد كيد كل من تآمر عليهم يا رب. اللهم انصر أهل غزة فإنهم مضطهدون. ما يحدث في غزة تطهير عرقي يا حضرات، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انصر أهل غزة وكن في عونهم فإنهم أمة تداعت عليهم الأمم، حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب. ويكون في عون أهلنا في اليمن والعراق وليبيا وسوريا ولبنان ومصر، ربنا يكون في عوننا جميعا يا رب. شكر جدا 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 لحضراتكم، وبإذن الله نلتقي على خير. وخلص الكلام بالتمام. السلام عليكم.